مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من موقع كتابات ومقال للكاتب إبراهيم الزبيدي حول دور السفيرة الأمريكية في العراق لينا رومانسكي. ففي إحصائية للزيارات التي قامت بها السفيرة رومانسكي تبين أنها زارت رئيس الوزراء 10 مرات، ورئيس الجمهورية 3 مرات، ورئيس البرلمان 4 مرات، ووزير الخارجية 4، ووزير الهجرة والمهاجرين 3 مرات، مستشار الأمن القومي 2، ووزارة البيئة 3، والثقافة 2، والنفط 2، والتخطيط 2، ومرة واحدة لكل من وزارة العدل والكهرباء والمالية والبنك المركزي. والمؤكد أن هذه الزيارات كلها لم تجري بالطرق الدبلوماسية المتبعة بين الدول المستقلة التي تفرض على سفير أي دولة أجنبية أن يطلب كتابيا من وزارة خارجية الدولة المضيفة أن تسمح له بزيارة مسؤول في الدولة، وهذا هو الساري على جميع سفراء الدول الأجنبية في العراق ما عدا سفير ولاية الفقيه وسفيرة العمسان. لأن أمريكا هي التي تستبيح حرمة الدولة وسيادتها بشخص سفيرتها ذات الماضي المخابراتي العريق، أم هم الرؤساء والوزراء والمحافظون ورؤساء المؤسسات الحكومية الذين نراهم على شاشات التلفزيون مستبشرين فرحين فخورين وهم يستقبلونها بالأحضان وهم صاغرون؟ ولنعد هنا إلى أصل الحكاية. لابد من التذكير بأن جميع وثائق مؤتمرات المعارضة العراقية السابقة وأفلامها وحفلات تأسيس مجلس الحكم التي يتوسطها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر ما زالت محفوظة ولم يتم محوها بعد. فجميع الذين يجلسون اليوم في مقاعد القيادة في العراق وبالأخص جماعة إيران، رؤساء وزراء وسفراء ومديرين وأصحاب أحزاب وميليشيات، كانت المخابرات الأمريكية هي التي التقطتهم من مقاهي لندن وطهران ودمشق وعمان والرياض وأجلستهم على الكراسي المذهبة، وهي تعلم علم اليقين بأنهم أسوأ العراقيين وأرخصهم وأكثرهم فسادا وجبنا وانتهازية واستعدادا فطريا للخيانة، وهي التي لا يناسبها ولا يرضي مخططاتها عراقيون وطنيون رجال شجعان وشرفاء لا يسكتون عن باطل ولا ينافقون ولا يختلسون. إلى صحيفة الميثاق الوطني ومقال الكاتب أحمد صبري تحت عنوان ثنائية الخليج العربي وعروبة العراق، يقول فيها: لا يختلف اثنان على أن عروبة الخليج والعراق حقيقة مهما حاول الشعوبيون وأذناب المشروع الإيراني التشكيك بحقيقتها ومصداقيتها، وهذه الثنائية الأبدية لن يستطيع أتباع إيران أن يفكوا عرى هذا الانتماء للأمة ومشروعها، هذه الثنائية التي باتت تقلق إيران وأذنابها في العراق. ردت عليها الأفو الحناجر خلال بطولة الخليج العربي 25، ردت وجسدت بعمق انتمائها للعراق العربي وخليجه الذي كان وعلى الدوام بوابة العرب الشرقية التي صدت العدوان الإيراني على أعقابه ذليلا ومهزوما. في المقابل مطلوب من العرب موقف واضح المعالم لمساعدة المخلصين من أبناء العراق لتمكينه من استعادة دوره في مسيرة العمل العربي المشترك وتجسيد هويته العربية ليكون ركيزة للعمل المشترك. فالعراق لم يكن يوما بمثل الحال الذي يعيشه حاليا، فبعدما كان حظيرة العرب وعامل قوة وتوازن في منظومة العمل العربي تراجع دوره وتأثيره في محيطه العربي، وما يؤكد الانكفاء العراقي وضعف ارتباطه بمحيطه العربي وتفاعله مع قضاياه وتحدياته وشواغله هو الدستور العراقي الذي كتب على عجل تحت إشراف حاكم العراق السابق بول بريمر، حيث حاول مشرعوه تكريس حال العراق الجديد في محاولة لسلخه عن أمته وهويته العربية. فهوية العراق العربية وعمق ارتباطه بأمته العربية هي مصدر قوة ومنعة لجميع مكونات المجتمع العراقي وليس مصدر قلق لهم
كما يتوهم البعض. يقول الكاتب نبيل السهلي في مقال تحت عنوان زلازل النظم العربية الدكتاتورية، فقر وجوع وتهجير. بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوري وذهب ضحيته الآلاف من الأتراك والسوريين، تبرز أهمية قصوى لتسليط الضوء على ظواهر البؤس والحرمان في الدول العربية، وهي زلازل أكثر خطورة وأوسع نطاقا من أي زلزال طبيعي. وفي هذا السياق تعد نظم الطغم العربية المستبدة الحاكمة أن الشعوب هي مجرد أرقام لخدمتها، ويجري تخديرها بشعارات رنانة في مقدمتها شماعة تحرير فلسطين، لتقع الشعوب تواقة للحرية تحت سيف الجوع والفقر والحرمان وتضخم النقدي المعبر عنها بارتفاع الأسعار الذي بات سيد المشهد في غالبية الدول العربية، لتتفاقم ظاهرة الفقر المدقع والجوع والتهجير فضلاً عن ارتفاع معدلات الأمية وتراكم قيمة الديون. يلحظ المتابع اشتداد وطأة القبضة الفولاذية للنظم العربية الحاكمة في غالبية الدول العربية منذ عدة عقود خلت، لكن الأخطر أن تلك الدول باتت خلال العقد الأخير تعتمد إلى حد كبير على ميليشيات وعصابات طائفية داخلية أو عابرة للحدود بشكل لافت على حساب مؤسسات الدولة، ليصبح المواطن العربي أسيرا لمصطلحات عديدة فرضتها تلك النظم، وباتت هي الناظمة الوحيدة لحركة المجتمعات العربية ونشاطاتها المختلفة في الوقت الذي تتطلع فيه تلك المجتمعات إلى بناء المؤسسات التي تعبر عن ديناميكية المجتمع وقدراته وقواه الحقيقية وكفاءاته الكاملة، لتنتشر ظاهرة الفساد والإفساد لتصل إلى أهم سلطة في الدولة المتمثلة بالقضاء، ولتصبح الرشوة سيدة الموقف، وليصبح الحق باطلا والباطل حقا في غالب الأحيان، لكن الحكم والجلاد يبقى في نهاية المطاف سلطة العسكر، العسكر وحدهم. نشرت مجلة إيكونوميست تقريرا قالت فيه اعتاد السوريون على الدمار والتشريد ودفن أحبائهم، وقالت إن أكثر أو إن نحو 4 ملايين سوري استقروا في تركيا في العقد الماضي بعد أن هربوا من الحرب القاتلة في سوريا، كانوا يأملون أن يجنبوا أطفالهم نفس المصير. انهارت العديد من هذه الآمال في 6 شباط فبراير عندما ضرب زلزالان جنوب تركيا موطن ما يقارب من نصف اللاجئين السوريين في البلاد. فقد مئات الآلاف من السوريين مثل جيرانهم الأتراك فقدوا كل شيء مرة أخرى، ويمتد مسار الدمار لمسافة 500 كيلومتر مع القضاء على بعض البلدات والقرى بالكامل. تأثر السوريون في تركيا بشكل غير متناسب. يمكن للناجين الأتراك محاولة إعادة بناء حياتهم والبحث عن وظائف في مكان آخر، ومع ذلك لا يمكن للسوريين الخروج من المناطق التي تم تسجيلهم فيها، ومن وجدوه يحاول فعل ذلك معرض للترحيل. يقول البعض إنهم يأملون في العثور على عمل عندما تبدأ إعادة الإعمار، لكن مئات الآلاف منهم أصبحوا الآن بلا مأوى وعاطلين عن العمل وعالقين. عندما يتعلق الأمر بمساعدة الزلزال، لا يبدو أن اللاجئين يواجهون تمييزاً على المستوى الرسمي. يحق للناجين السوريين الحصول على المنح نفسها التي تدفع مرة واحدة، وهي 10,000 ليرة و3,000 ليرة دعم الإيجار الشهري مثل تلك التي يحصل عليها الأتراك، كما يتم توزيع الخيام بشكل منصف. لكن العديد من اللاجئين يرون علامات العداء المتصاعد في مخيم الحاويات بالقرب من كهرمان مرعش. يعيش السوريون الذين نزحوا بسبب الحرب جنبا إلى جنب مع الأتراك الذين شردهم الزلزال. نشرت مجلة ناشونال انترست مقالا للمحرر التنفيذي السابق للمجلة والمحلل في شؤون الشرق الأوسط المقيم بواشنطن آدم لامون، أفاد فيه باعتقال أحد أهم ممولي حزب الله في رومانيا وسط مخاطر انهيار لبناني بسبب الأزمة السياسية في البلد. وقال إن اعتقال
إرهابي عالمي وممول داعم لحزب الله في 24 من شباط فبراير، قال إنه يعطي مثالا عن المدى الذي يذهب فيه الحزب اللبناني لحماية نفسه من العقوبات الأمريكية. وبحسب عريضة الاتهام من مكتب المدعي العام بالمنطقة الشرقية في نيويورك، فإن محمد إبراهيم بازي البالغ من العمر 58 عاما المواطن البلجيكي واللبناني قد تآمر سرا لنقل آلاف الدولارات من الولايات المتحدة إلى لبنان، وقدم دعما ماليا مستمرا لميليشيا حزب الله. البصمات العالمية لحزب الله اللبناني. فلم يطور الحزب شبكات دعم رسمية وغير رسمية بالمنطقة بما فيها خلايا نائمة، ولكنه انخرط في تهريب المخدرات وفي كل جريمة مالية معروفة لتوليد الدعم المالي. وبنى الحزب أيضا شبكات إجرامية عابرة للحدود في أوروبا وأفريقيا وحتى الولايات المتحدة التي وفرت له كل الدعم المالي المستقل عن إيران. وعقدت عملية الملاحقة للحزب ونشاطاته من جهود الولايات المتحدة ومؤسسات فرض القانون الدولي. وليس لأحد تكهن إن تحسن الوضع أم لا، إلا أن حالة الانسداد السياسي اللبناني تعني أن الوضع مهيئ للتدهور أكثر. وبهذه المثابة فاعتقال مسؤولين بارزين في حزب الله هو أمر مرحب به، لكنه عرض جانبي للبنان الذي يقف هو وسكانه على حافة الهاوية. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. ونستعرض في صور للزلزال المدمر في تركيا، حيث أدى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا مطلع فبراير شباط أدى إلى حدوث انزلاقات والتواءات في سكة القطار بمنطقة غولباشي بولاية أديامان. تشهد سماء مكة المكرمة في السعودية السبت عامد تسانت القمر الأحداب المتزايد على الكعبة المشرفة، وهو التعامد الأول والوحيد خلال عام 2023. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس مجد أبو زاهرة قوله إن القمر سيبلغ ميله عرض مكة وميله عرض مكة المكرمة ومتوسط خط زولها، وأضاف أنه في ذلك الوقت سيكون المريخ هو الكوكب المرئي في السماء باتجاه الأفق الغربي إلى جانب العديد من النجوم الساطعة، مبينا أن ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية
ومنها القمر التي تجعل تحديد موقع في غاية الدقة، إضافة إلى إمكانية الاستعانة بهذه الظاهرات الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. صدمات النفط العالمية، صراعات وحروب وأوبئة، أزمات في أسواق النفط، فغلاء وركود وتضخم. ما هي أخطر أزمات النفط العالمية؟ وكيف أثرت على مئات الملايين حول العالم؟ الصدمة الأولى: شهد العالم العديد من الأزمات النفطية الناجمة عن الحروب، أشهرها صدمة النفط الأولى التي بدأت عام 1973 عندما قامت الدول العربية المصدرة للنفط بإعلان حظر نفطي على الدول الغربية لإيقاف دعمها لدولة الاحتلال وإجبارها على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967. صدمات متتالية: الأزمة الثانية بدأت عام 1979، سقط نظام الشاه في إيران فاضطربت أسواق النفط العالمية، تفاقم الاضطراب مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988. خلال تلك الحرب لم يلتزم العراق وإيران بكميات الإنتاج وأسعار منظمة الأوبك. أما عن أزمة الطاقة الثالثة فحدثت نتيجة الغزو العراقي للكويت في آب أغسطس عام 1990. احتراق الآبار النفطية الكويتية أدى لارتفاع أسعار النفط إلى 46 دولاراً صعوداً من 21 دولاراً للبرميل الواحد. جائحة وتردي المعيشة: مع التطور الاقتصادي المتسارع بعد عام 2000 زاد حجم الطلب العالمي على النفط، الأمر الذي رفع الأسعار إلى أكثر من 500% وصولاً إلى 147 دولاراً للبرميل الواحد بحلول عام 2008. أزمة أخرى هزت العالم عام 2020، تفشي وباء كورونا وتراجع النشاط الاقتصادي عالمياً. لتأتي الأزمة النفطية الأخيرة فبدأت مطلع العام 2022 مع الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض عقوبات على النفط الروسي. كل هذه الأزمات تؤثر على حياتنا وتؤدي إلى تضخم وركود وانخفاض أو صعود لأسعار العملات، ومعها الغلاء والانكماش الاقتصادي. فهل سيشهد العالم مزيداً من أزمات النفط برأيكم؟ وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام صدى الأقلام لهذا اليوم، دائما وأبدا كونوا في أمان الله، إلى اللقاء.